أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أهمية تركيز الجهود نحو كل ما يقود إلى تعظيم المنجز الوطني والابتعاد عن الانشغال بالقضايا التي لا تهم الوطن ولا المصلحة الخليجية والعربية. ودعا سموه إلى دعم كل جهد خليجي إقليمي يساهم في إحياء الكيان العربي وتحقيق التطلع الشعبي نحو الوحدة، مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على مساندة كافة المساعي الهادفة إلى توحيد الجهود العربية والإسلامية للحفاظ على الكيان العربي الموحد ومنع التدخل في شؤونه الداخلية. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بقصلك ضيبية صباح اليوم معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، بحضور معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب السابق. وتطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور خلال اللقاء إلى التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وما يشهده من نمو متسارع بفضل الرغبة المشتركة لدى أعضاء السلطتين للسمو بهذا التعاون إلى آفاق أكثر رحابة. وفي هذا الصدد نوه سموه بالدور الوطني المشهود لأعضاء مجلس النواب وما يوالون بذله في سبيل تمثيل المواطن الذي اختارهم بإرادته الحرة خير تمثيل في بيت الشعب. ودعا سموه إلى إنصاف الجهد الوطني لمجلس النواب، فمن يقلل من الدور التشريعي والرقابي للسلطة المنتخبة يغض الطرف عن أهمية هذا الدور وعظم المسؤوليات الوطنية التي يضطلع بها النواب. حاثا سموه النواب على عدم الاكتراث بمن لا يرى الجانب المشرق في التجربة النيابية وأن يزيدهم ذلك قوة على قوة لمواصلة دورهم في المسيرة الوطنية.